بأكتافي وأبدأ أشتغل. طيب ما هي الاحترازات الطبية؟ الطبيعي دلوقتي ان احنا نبدأ نكلمك عن الكاردياك بيشنت ونبدأ نكلمك عن كل مرض منهم او كل مشكلة منهم بشكل مفصل، بس ايه هي الاحترازات الطبية اللي انا ممكن اعملها؟ المفروض لكل مرض من الامراض دي الكاردياك بيشنت مثلا على سبيل المثال اللي هو اللي عنده الانجينال اتاك او اللي عنده اسكيميك هارت ديزيز او اللي عنده مايوكارديال انفاركشن اللي عنده هارت فيلير، مش كلهم زي بعض، كل واحد فيهم عنده دنتال مانجمنت مختلف عن التاني، ودي نقطة غاية في الأهمية. مش كل الناس عندهم نفس المانجمنت، ومش كل ولذلك كنا جمعنا كل الأمراض في مرض واحد وقلنا مانجمنت واحد وخلاص، لكن على رأس المانجمنت المشترك للجميع ويشترك فيه الجميع حاجة اسمها ستريس ريدكشن بروتوكول. ايه بقى الستريس ريدكشن بروتوكول؟ حاجة برضو كده بنعملها قبل ما نعرف ايه طبيعة يعني ماشي انت عندك مشكلة والمفروض نعملك دنتال مانجمنت معين ونتبع اجراء طبي معين معاك، بس في حاجة كده عامة هنعملها معاك ومع غيرك، هنعملها مع الهيلسي وهنعملها مع كلاس 1 وهنعملها مع كلاس 2 وهنعملها مع كلاس 3 وهنعملها مع كلاس 4، هنعملها مع الناس كلها. حاجة اسمها ستريس ريدكشن بروتوكول، هنعملها وانت سليم، هنعملها واحنا خايفين منك، هنعملها وانت عندك مرض بس ما يخوفش. احنا قلنا دكتور كلاس 1 و2 و3 تاني ايه؟ كلاس 1 انت سليم ما عندكش اي مشكلة مش خايف من اي حاجة، كلاس 2 محتاجين نغير بس شوية ميديكيشن او محتاجين نغير التايم، يعني محتاجين نعدل الوقت او الدواء اللي انت هتاخده واشتغل عادي من غير ما تخاف. كلاس 3 اشتغل بس وانت خايف، اعمل موديفيكيشن ومخاف. كلاس 3 بنخاف. كلاس 4 انا مرعوب. كلاس 4 عيان سكره 500 وضغطه 200، مش هشتغل له الا الامرجنسي تريتمنت في المستشفى مش في العياده، مش هخلع له صحيح على الاقل بس مش هسيبه بألمه وابعته لدكتوره عشان يتابع معاه عشان يحوله لكلاس 3 وبعد كده نبدا نكمل علاجه. الفرق بينه وبين كلاس 3 ان هو كنترولد او لا، عنده اعاقه ولا لا، والمفهوم ده في الجراحه زي ما اتفقنا غير مفهوم الاندو. الطوارئ في الجراحه يعني المريض ده هيموت. لو جالك مريض اسا 4 وتوسل اليك وتورجاك وبس قدميك كلتهما الاثنين وقال لك انا جاي لك من بلاد بعيده، غريب في بلاد غريبه، وقال لك انا بص ساعدني باي باللي تقدر عليه، اعمل اي حاجه بس ما تسيبنيش اروح، وصعب عليك، المريض ده مش هيرحمك. المريض ده مش هيرحمك لو حصل له حاجه، مش هيقول انا اللي اتحايلت عليه، مش هيقول انا اللي ترجيته، مش هيرحمك. واحنا في مصر ما بنتوصاش في معامله الاطقم الطبيه، يعني معامله فائقه الجوده. تمام. طيب المرضى دول كلهم هيحتاجوا ستريس ريدكشن بروتوكول، حتى المريض الهيلسي يفضل ان احنا نستخدم الستريس ريدكشن بروتوكول ده قبل اي حاجه. طب ايه هو الستريس ريدكشن بروتوكول؟ ببساطه يا دكتور الخوف لازم يتعامل على انه مرض. الناس اللي لحد النهارده بتعامل المرض النفسي على انه مش مرض وانك بس مجنون او انك محتاج ربنا يهديك او انت متوضى وصلي ركعتين، دول ناس يعني نقدر نقول جهلهم فاق علمهم، يعني مش عايزين نتهمهم باتهام تاني. طبعا ربنا الهادي وطبعا ربنا الشافي وطبعا ربنا المقدر وطبعا ربنا هو مسبب الاسباب، بس زي ما انت بيجي في عقلك انك لما يجي لك سنتك توجعك تروح تتعالج او ايدك تتكسر تروح تجبسها او رجلك تتجلف تروح تشوف ايه المشكلة فتعالجها، نفسك ثم نفسك اولى بالعلاج. يعني بقول لك ايه، وقاتل الجسد مقتول بفعلته وقاتل الروح لا تدري به البشر، صح ولا ايه؟ ما احنا مش حاطين اعتبار لهذا الامر خصوصا في المجتمعات العربية، نوعا ما الامر ده لا يتم اعطائه معيار الصحيح، فلازم ندور على السبب ولازم دايما نعالج المريض علاج صحيح. الخوف لازم يتعامل على انه مرض ولازم يتاخد بعين الاعتبار لانه بيزيد الامر سوء بشدة. مثلا عندنا حاجة اسمها البينس ريتشولد، احنا اتكلمنا عليه قبل كده. البينس ريتشولد يعني ايه؟ يعني مدى تحملك للالام. الخوف بيقلل تحملك للالم. احنا عندنا معيار من 0 لحد 10، انت الطبيعي وانت طبيعي خالص ممكن، عارف انتوا اللعبه التحدي اللي هو بيمشوا فيه، يعني تلاقي الارض كده فيها جمر ويخليك تمشي على الجمر، الطبيعي انك تمشي عادي، عارف انتوا بغض النظر عن الجمر، عارف انت في حته كده عاليه في الاسفلت اللي هو التل دوار، طريق بين طريقين رفيع خالص، لو طلبنا منك تمشي عليه هتمشي عليه بكل سهوله. ليه؟ لانك عارف انك لو وقعت حتى انت في امان، يعني هتقع ايه يعني 50 سنتي ربع 25 سنتي مش هيحصل لك حاجه. طب لو نفس المساحه دي موجوده بس على ارتفاع 10 ادوار، خوفك هيديك سيطره، خوفك هيديك كنترول، خوفك هيديك تحمل، مفيش الكلام ده. فالبين لازم يتعامل على انه، وخوف المريض لازم يتعامل بعين الاعتبار. وناهيك هنا انا مش بكلمك هنا عن مريض
يا جماعة اعذروني على الإطالة، والله كل إطالة يا دكاترة أنا ببقى عايز أتكلم بس ألاقي الكلام بيتوسع مني بإن أنا لازم أفكر، يعني لازم فاش الكلام لو اتقال مقتضى مش هيوصل الرسالة كاملة. أنا هنا مثلا على سبيل المثال مش بكلمك عن مريض بتدلع، برضه لازم تفرق بين مريض وبتدلع. افتح بقك لا مش فاتح، واحدة جاية لك مع خطيبها يقول لك بالراحة يا دكتور عليها، أنا ما أقدرش أستحمل عليها أي حاجة بتوجعها، أنا قلبي يا دكتور بين إيديك. يا عم في إيه؟ افتحي بقك وهي قاعدة قدامه بقى أهو، وتقوم فاتحه لك اللي هو ايه حاجه كده 5 مللي كده، يا ستي مش شايف مش قادره، اللي هو في ايه يا جماعه انتوا لا هنا مش هنا بقى، ده مكان محترم بقى، يعني ده تروحوا بقى في المطعم هناك مش هنا، يعني هناك مش هنا. فطبعا ايه ده مريض وده مريض تاني، ان انت بتشتغل وفي نص الشغل هو بيتالم لدرجه انه بيعيط قدامك، عينيه بتنزل دموع، هو يعني هو بيدعي بس انت يعني، وليكن حتى انت مقتنع ان مفيش حاجه توجعه صدقه. يبقى لازم تفرق انت نفسك يا دكتور، انت قاضي تحكم وتتحمل، ولازم يكون عندك من الفطنه والذكاء اللي تقدر تاخد بها القرار الصحيح للشخص الصحيح. يبقى اذا يا دكاتره الخوف والالم ده لازم تاخد بعين الاعتبار، ولازم تمانج البيشنت ايموشنالي فيرست قبل اي شيء. لو المريض واثق فيك كدكتور، والله لو جبت نقطه ميه حطيتها على قطنه وحطيتها له في بقه وقلت له انا كده عالجتك، هيبقى انت بالنسبه له بس كده يعني ايه اهو، يعني مفيش قبلك ولا زيك. تسمع عن حاجه اسمها البلاسيبو افكت، اكيد خدتوها في الفارما ولا اي حاجه، عشان يعرفوا مدى فعاليه الدواء من عدمه. يعني انا بقول ان الدواء ده يقضي على 80% من المشكله دي بصوره فعاله وصحيحه، فاحنا عايزين نتاكد من ده، وعاملين دعايه في كل حته والناس كلها بقت مقتنعه، فانا عايز اتاكد من ده فعلا، هل هو فعلا ده ولا ده تهيئه نفسيه ليه دور بس مش الدور الكبير ده. فبنجيب نفس شكل الدواء، نفس الحبايه، نفس التابلت بالظبط، ونصمم نفس الغلاف وكل حاجه زي الفل زي ما هي، ونحط في الدواء زي ما هو، ونديه المجموعه والمجموعه الثانيه نديها نشا سكر ويبلعوا، وما نقولش لمين اللي خد الدواء، ما نقولش لمين اللي ده، ونسال الاثنين اللي خد البلاسيبو اللي هي السكر او النشا دي، ونسال الاثنين انت بدات بتحسن، هنجد نتيجه مذهله جدا ان اللي واخد حبايه النشا ده يقول لك انا حاسس بتحسن، انا بدات احس بتحسن. يبقى في حاجه اسمها ايه يا جماعه، احنا بنقول ايه المرض نص وهم، نص وهم، والعلاج نص يقين، نصف المرض وهم ونصف العلاج يقين. فانت حضرتك لازم تبقى مقتنع بكده اقتناع كامل، وبناء عليه لازم تبدا يعني ايه تشتغل على الحته دي من بدايه، من شكلك، من اللبس اللي انت لابسه، من الجو اللي في العياده وريحه العياده والديكور العياده واستقبال العياده والست اللي معاك اللي في العياده دي او الاداره اللي معاك بتعامل المريض المرضى ازاي، بيكلموك ازاي. احنا مثلا عندنا هنا يعني سواء انا برد او اي طقم في الكورسز عندنا بيرد، دايما لازم يكون في طريقه معينه للتعامل مع الناس، في كلام معين بيتقال مهما كان اللي قدامك، يعني في حاجه كده، في سيستم كامل. مش عشان اضحك عليك، انا مش بعمل كده عشان اضحك عليك، لكن انا بعمل كده عشان انا فعلا محتاج اقدم لك حاجه كويسه تليق بيك، انا شايف ان ده هو الانسب، هو ده الافضل ليك، ده الاريح والاحسن ليك صحيا ونفسيا وعلى كل صعيد. انت لو مش متقبلني نفسيا، مهما انا اشرح لك ومهما اكون انا كويس بالنسبه لك ومهما اكون كذا، انت مش هتتقبل مني العلاج، والعكس صحيح. انا ممكن اكون على قلبك زي السكر وبقول اي كلام فاضي، فتبرر لي وتدافع عني بشكل غير طبيعي. هو ربنا خلقنا كبشر كده، واحنا مش بصدد تغيير نفوس الناس ولا تغيير سلوكهم، احنا بصدد تقديم خدمه طبيه صحيحه. ولذلك كان من ضمن المصايب السوداء ان الاهل نفسهم يقارنوا زياره طبيب الاسنان بالدكتور، لو ما سمعتش لو ما عملتش هوديك، فيبقى ده عقاب، انا ما هوديك تتعاقب، او انت تيجي تشتغل وتقعد الام مثلا تلاقيها بتكلم ابنها، شفت اخرت الكلام اهو، زي ما اقول اهو شفت اجيبتك اهو عشان تبقى، او لو ما سكتش هديك على وشك، او لو ما عرفش ايه هعمل فيك ايه، هخلي الدكتور يديك الحقنه ايه يا ستي، الله يهديكي ويهدي اللي جابك، الله يكرمك يا شيخه، اسكتي انت، اسكتك احسن. فيا جماعه لازم 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 اللهم صل على محمد، لازم باي شكل من الاشكال تحترم خوف المريض، ولازم تكون متعاطف مع المريض ومع الامه، ما يقولكش انا تعبان فتتريق، ما يقولكش انا متضايق فتتريق، ما يقولكش انا كذا ما اعرفش متضايق منزعج من حاجه معينه او من تاخر شيء معين او انتظاره مده طويله او من الالم او كومبليكيشن، لازم الاول تديله تعاطف حقيقي فعلا. انا فعلا بعتذر ليك، وفعلا انا لو مكانك هكون منزعج،
بس برضو ما تخلوش يكلمك بشكل في تطاول او يقل ادبه او يتجاوز في حقك او يهينك او يهين الطقم اللي شغال معاك باي حال من الاحوال. بالاحترام وبالادب تاخد اللي انت عايزه، وبالاحترام والادب اديك اللي انت عايزه، لكن بدون تطاول وبدون اي سكك فرعيه وبدون اي تجاوزات ولا دخول في امور شخصيه ولا 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 ولا. طيب لازم تبقى عارف يا دكتور حاجة مهمة جدا، كل شيء في عيادتنا، كل شيء في عيادتنا بتصيب المريض بالتوتر، بداية من درجة التكييف المنخفضة بشدة بتحسسه بالسقعة ويحس بالخوف والتوتر. فمش لازم يعني التكييف يدخل يلاقيه على 21 او 19، هو اصلا لما بيخاف سنانه بتكتك وبيسقع فبيدخل انت بتزود له خوفه اكتر، مش لازم يعني. تاني حاجة الشكل الادوات بتاعتك. تالت حاجه الكرسي الاسنان، هو بتخيل كده كانه حاسس انه داخل حاجه كده محوطاه من كل ناحيه. رابع حاجه ابره البنج بتاعتنا. خامس حاجه التصوير اللي احنا بنصوره، يعني تخيل انت التصوير، انت لما بتصور لو ما بتتكلمش مع المريض وبتقول له انا بصور بس عشان تشوف الموضوع بسيط وسهل وتوريه الصوره واحنا ما بنعملش حاجه، انت كده تطمنه. لكن بتصور وبتقول له ايه ده، انا شفت فيك حاجة اول مرة اشوفها في اي حاجة تانية، بص انا مستغرب انت ازاي ده، انت اول مرة يجي لي من النوع ده. الكلام ده بيخوف المريض جدا جدا جدا. احساس المريض انه فريد من نوعه او انه غريب او انه هو ان مش كل الناس زيه، ده مصيبة في حد ذاته. عارف انت لما مثلا ايه تعمل لكم امتحان والدفعة كلها اتماينصت، كله جايب 15 من 20، انا كده تمام، انا زي الفل، انا جايب 15 وكله جايب 15 مثلا، احنا كلنا جايبين 10 زي الفل، لكن انا جايب 10 والدفعه كلها جايبه 20، لا ازعل، نزعل من بعض. ليه؟ انا ما احبش ابقى لوحدي. ساقطين دخلنا سمر كورس مع خمسه مع بعض يلا نحتفل، لكن انا لوحدي لا ازعل. شفت فيلم 3 ايديوتس لما هم شافوا درجاتهم لقوا نفسهم اخر اتنين، فاول حاجه بصوا عليها صاحبهم ما لقوهوش، زعلوا عليه، لقيه طلع الاول زعلوا اكتر. فعلا اللي هو حاجه تزعل، اللي هو احنا كنا زعلانين الاول ان انت ما نجحتش، تاني حاجه زعلنا اكتر ان انت ما بقى تفوقت علينا. فانت نفسنا احنا مثلا لما النور يقطع في البيت اول حاجه بتعملها ايه؟ اول حاجه ابوك يقول لك ايه؟ قوم يا ابني شوف النور مقطوع عند الجيران ولا لا. تمام مقطوع، خلاص نقعد بقى نرتاح، مش مقطوع لا نقلق نخاف بقى في حاجه غلط. فالانسان ما يحبش انه يحس انه حاجه غريبه. فتخيل انت مريض في عياده في الكليه، كل الناس لابسه بلاط ابيض ولابسين كمامات وواقفين ماسكين الاشعه بتاعته وقاعد على اليونت عملوا له اشعه وواقفين وعمالين يبصوا خمسه واقفين ماسكين الاشعه وبيقولوا بص بس شوف الديستال روت طوله قد ايه، الله بس كده انا كده هموت بقى، خمسه ماسكين الاشعه وبيبصوا عليها، انا كده عندي تسمم كده، ايه كده الحشوه انتشرت في جسمي والاشعه ايه، انا كده هموت. والله في ناس ممكن تتخيل كده فعلا. فانت لازم يعني الاجراء الطبي ونبقى نيجي نعمل مثلا حشوه تلاقي خمسه واقفين معيد شغال وخمسه، وتخيل هو منظره يعني، انت حط نفسك مكانه يعني، حد فيكم جرب يقعد مكان المريض ويتشرح عليه؟ تخيل انت الاحساس ساعتها بقى، انت تخيل انت نايم على السرير، يعني تخيل المنظر، انا نايم في سرير بيتنا وفي 6 7 10 واقفين حوالين السرير، انت نايم سوباين بوزيشن. على فكرة السوبان بوزيشن ده في حد ذاته اصلا انتهاك لحرمة المريض، ولو انت مش قد ده ما واللي واقف مش قد ده حاجة مش كويسة خالص. وضع النوم ده وضع مش لطيف خالص، ولكن احنا بنعمله اجراء طبيا، فلازم نحترم ده، لازم نحترم ده. كل حاجة احنا بنعملها مخيفة وتستدعي مننا الاحترام باحترام بجدية حقيقي فعلا. فيبقى 50 5 واقفين لا بس تدخل كده، لا بس انت بس قطعتها ليه قطعته ايه، الله يخرب بيوكو. هو بقى فعلا هيبقى خايف جدا ومرعوب. فاحنا كل حاجه بنعملها يا جماعه بتكون مخيفه، فلازم نوعا ما تحاول تقرب من المريض، انك انا بعمل كذا دلوقتي، احنا خلصنا كذا، دخلنا في الخطوه كذا، بدون ما يتدخل في طب انت ما عملتهاش كويس ليه، لا لا ده انت محتاج لسه تعمل فينشنج، لا ده انا هشتكيك للمعيد، لا مش كده، مش لا بدون افراط وبدون تفريط، بدون ما تتجاوز في حقه وبدون ما يتجاوز في حقك. تمسك دايما العصايه من النص، زي ما سيدنا معاويه كان يقول ايه، لو ان بيني وبين الناس شعره من قطعت اذا شدوها رخيتوها واذا ارخوها شددتها. بس ايه في الاخر، انا المتحكم. انا اديك مساحه للكلام واقول لك ماشي لو تعبان ارفع ايدك، بس مش كل 3 دقايق تتكلم تقول لي ايه ده تعالى احكي لك نكته، ولا هديك مساحه ان انا اوضح لك ان احنا خلاص احنا هناخد البنج وبعد كده هنبدا نشتغل، خلصنا دلوقتي تصميم الحشو هنبدا نعمل حشو، فاضل لنا نص ساعه، فاضل لنا ربع ساعه، لكن مش هسمح لك تقول لي يلا خلص، ولا هسمح لك تقول لي يلا انت بتعمل ايه كل ده،
مش هسمح لك بأي حال من الأحوال، ومش هسمح لك تقول لي أنت قاعد بتعمل إيه، أو بدأت الخطوة دي ليه، أو مسكت دي ليه، أو سبت دي ليه، مش هسمح لك تقول لي إن أنت بتعمل أشعة ليه، مش هسمح لك بأي حال من الأحوال قولا واحدا، مش هسمح لك. يبقى في تجاوز يوقف، يتم إيقاف هذا التجاوز عند حد، وفي كلام مسموح للتطمنة، للإطمئنان، لتهدئة روعه وتخفيف حدة الرعب عليه، لأنه ممكن يدخل في حاجة اسمها فازو فيجل أتاك من كتر الخوف وهو موجود، يدخل في فازو فيجل أتاك ويغمى عليه مجرد بس خوفه. في ناس تشوف، ناس عندها تريبانوفوبيا، تشوف بس حقنة البنج الإبرة بس يغمى عليه من شدة الخوف ومن شدة الرعب. لسه امبارح، انتوا مش عارف تابعين، امبارح دكتورة وجدوها ميتة في حدائق المعادي اعتقد، متوفاة رحمة الله عليها، جالها أزمة قلبية، كلب كلاب الضلة جريت وراها وهي بتجري، ماتت من الخوف من الرعب، ماتت. يعني الرعب والخوف أمر يستدعي الانتباه. يبقى إذن الكلام اللي احنا بنقوله ده مش كلام عشان تدخل تحل في الامتحان. احنا النهارده مش بنقول مع بعض الامتحان هيجي ازاي، لان ده اهم توبك في مسار تعليمك كله على الاطلاق، لازم تهتم بيه اهتمام. يعني كل دراستك كوم والجزء ده كوم تاني، لان هو ده اللي هيأهلك انك تحط الغلاف النهائي ليك. انت مليان علم، مليان معرفه، مليان اندو، مليان كومبوزيت، مليان امالجم، لكن الغلاف اللي هيغلفك في صوره دكتور بشري او في صوره دكتور تقدر تتعامل مع المريض بصوره صحيحه، هو ده الغلاف اللي هيأهلك لده. الكلام ده والتفاصيل دي اللي انت مش هتمتحن عليها واللي محدش يسالك فيها الا من رحم الله، هي دي اللي هتغلفك بالغلاف اللي هيأهلك تكون دكتور في نظر نفسك وفي نظر الناس وفي نظر المرضى، وحتى ترضى بيها امام الله عز وجل في قراراتك وفي تفاعلاتك مع المريض. يبقى إذن يا جماعة احنا مهم جدا ان احنا نعتبر ده شيء مهم خالص بالنسبة لنا، ألا هو الستريس ريدكشن بروتوكول. طب ايه هو يا دكتور الستريس ريدكشن بروتوكول؟ مجموعة اعتبارات هنعملها قبل العلاج وأثناء العلاج وبعد العلاج، before appointment after appointment وdurring appointment أو الأوبريشن اللي انت بتعمل. قبل العلاج لازم حضرتك تنصح المريض بتاعك ان انت ياخد بري ميديكيشن، خصوصا لو الإجراء الطبي هنعمل لك امباكشن، هنعمل لك امباكشن، والامباكشن ده ياخد ساعتين 3 ساعات. فلازم اولا انا جبتك قبل كده مره وشخصتك وعملت لك الاشعه اللازمه واتفقنا على تفاصيل العمليه، احنا هنعمل ايه والعمليه دي هتاخد وقت قد ايه، مش بخوفك بس بحطك في الصوره، اسيوم ذا ورست كيس سيناريو، انت حضرتك هتيجي في ميعاد معين في يوم معين، مجهز لك ادواتك، مفضل لك ميعادك، مفيش حد قبلك مفيش حد بعدك، وهناخد وقتنا بشكل كافي. الموضوع سهل وبسيط بس لازم نديله، هو هيكون سهل وبسيط بس لما نديله الاهتمام الكافي، احنا لازم نديله الاهتمام الكافي عشان نطلع بنتيجه مناسبه. خلاص احنا خدينا له الاهتمام الكافي، طلع هو جاي متاهل نفسيا وانت متاهل نفسيا وكل حاجه تمام. ننصحه في اليوم ده قبلها انه ينام كويس ولا باس انه ياخد حاجه بري ميديكيشن، نايت بيريور ابوينتمنت، الليله اللي انت قبل اللي انت جاي تعمل فيها العمليه عشان تنام كويس، عشان ده ايه بنديك تاخد حاجه ترانكلايزر، حاجه مهدئه، حاجه مسكنه، بحيث انت بس ايه تيجي كده مزاجك صافي بس مش اكتر وتبقى نايم كويس. كمان ننصحك مثلا لو انت جاي تعمل اندو مثلا وانت كلمتني بقول لي الحق يا دكتور انا بالالم بخبط راسي من شده الالم براسي ووجعاني وما اعرفش وكل الكلام ده، تمام زي الفل، انت زي الفل تمام، تعالى وتعالى اليوم الفلاني والساعه الفلانيه تعالى دلوقتي، بس انصحك ان انت قبل ما تيجي تاخد بري ميديكيشن ساعة قبل الشغل بتاعك ونص ساعة قبل الشغل بتاعك، تابلت او اي في، بحيث ان ايه حاجة مسكنة، بحيث ان ده يدبليكيت الاكشن بتاع اللوكال انستيزيا. نسأل نفسنا سؤال، يا دكتور انا في حالة ايرفيرسيبل بالبايتس، اديت 3 كربولات نيرف بلوك وما اشتغلتش والمريض بيتألم، اعمل ايه؟ مين اللي قالك تدي 3 كربولات نيرف بلوك؟ ومين اللي قالك ان الكربولة الاولى ما كانتش كافية؟ ومين اللي قالك بعد الكربولة التانية انك كنت مضطر تدي كمان كربولة ثالثة في نفس المكان؟ يعني من الغباء تكرار نفس، من الغباء تكرار نفس المعطيات وتوقع نتائج مختلفة. انا دخلت في المكان ده بنفس الكربولة بنفس البنج بنفس الدواء بنفس الدوز بنفس كل حاجة ودت نتيجة مختلفة، ليه متوقع ان انا هدي النتيجة مختلفة اذا كان نفس الالم مستمر؟ انا هنا مش بكلمك عن ايه الم كان موجود واختفى فانا محتاج ازود عشان ازود ديوريشن، انا بقولك ان الالم اصلا ما تسكنش، لم يتم تسكين الألم منذ البداية. خلاص دور على بديل، وإن كان البديل إنك تدخل في مكان أعلى شوية أو تغير اللوكيشن أو تغير التكنيك أو تدي انترا ليجامنتري أو انت إنك تدي انترا بلبل، أو إن من ضمن الحاجات المحترزات إن أنا عارف إن أنا أشتغل إيرفيرسابل بالبيتس ده سكشن إندو والبلب ملتهب والدرجة الالتهاب بتاعته فاقت البين ثريشولد، لدرجة إن مهما أدي من مسكنات أو مهما أدي من بنج ده مش البين كنترول لحالات الإيرفيرسابل بالبيتس، بتكون من أصعب ما
يكون. في الحاله دي انا هكون حاطط في اعتباري ان انا هضطر ادي نيرف بلوك، وهضطر ادي انتراجاملتري احيانا، وهضطر ادي لو انا مثلا شغال على لور بريمول بريمولر انا بكون محتاج ان انا اعمل كمان انفلتريشن عشان لو عندي اكسسوري انرفيشن، كمان هضطر ادي انترابالبل بعد ما افتح اكسس عشان اهدئ من روعه الالم، ويا حبذا لو المريض ياخد تابلت مسكن قبل ما يشتغل قبل الشغل بنص ساعه. كمان يا دكتور يفضل ان المرضى اللي من النوع ده اجيبهم بدري ما اجيبهمش متاخر، عشان الستريس من ضمن الستريس ريدكشن بروتوكول ان المريض اللي انا متخوف منه ده ان انا اجيبه اول اليوم انا لسه ذهني صافي، هو ذهنه صافي ما تعرضناش لضغوط الحياه، مش اخر اليوم ومش طايق اقوم من على الكرسي، ولا هو طايق بعد تعب ومجادله في شغله وتعبه وحياته، ونيجي نقعد نتقابل مع بعض بقى نحط تعبي على تعبه. كمان يا دكتور الديكوريشن بتاعي لازم يكون سيمبل بقدر الامكان، يعني مش لازم احط له في الديكور العياده 50 عمليه جراحيه انا عملتها والديكور كله مليان بقى غرز وحاجات زي كده، الالوان بسيطه، ومش لازم اعمل له الوان شم النسيم احمر فاخضر فاصفر ومشغل الميوزك عماله تخبط وترزع، لا حاجه هاديه، اما قران لو انا يعني بفضل، مش قران براحتك، عايز شغل موسيقى، وما تقوليش انا شغل موسيقى اللي تعجبني، عايز شغل مهرجانات، يعني مش منطقي ابدا، ده مجال اكل عيش، انت هنا بتدي خدمة علمية او خدمة طبية، يعني الموسيقى اللي بتشتغل دي مش عشان تريحك انت، يعني مش بتشغل اللي يناسبك انت، بتشغل اللي يناسب الناس، فانت بتشوف انت هو مرتاح لايه، انت تحب اشغل لك قرآن؟ اه والله خلاص تمام. لا والله انا ما عايز موسيقى معينة انا بهدى لما اشوفها، او في حاجة معينة انا عايز لما تكون موجودة بسمعها انا بحس ان انا افضل شوي، ده بتأثر. اه يعني تشوف سمعتوش ان الموضوع ده بيتم استخدام الموضوع ده مع الحيوانات، يعني حتى يقول لك شغلوا موسيقى الحيوانات عشان انتاجيتها تزيد من الالبان والحاجات زي دي. فاحنا طبعا كبشر مش حيوانات ولا حاجه، بس احنا بنستجيب، احنا بنحب، يكفي ان انت مثلا وانت راكب اتوبيس او راكب حاجه تسمع حاجه فتتبسط لمجرد ان هي فكرتك بذكرى قديمه او موقف عابر عدى عليك، دي حاجات طبعا تتاخد بعين الاعتبار غايه في الاهميه. كمان من ضمن الحاجات قبل ما تشتغل لازم تريكورد الفيتال ساين بتاع المريض، والفيتال ساين احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي هي بالنسبه لي ايضا من ضمن الحاجات اللي بتتعمل بيفور الاوبريشن بتاعه بيفور ابوينتمنت قبل ما ابدا العلاج بتاعي هو الفيتال ساينز، ان انا ابدا اسجل الفيتال ساينز سواء كان الهارت ريت او النبض يعني، ودرجه الحراره التمبريتشر بودي تمبريتشر وريسبيريشن ريت معدل التنفس، وايضا البلاد بريشر بيتقاس برضو معهم وهكذا. فدي حاجات اللي المفروض اعملها كستريس ريدكشن بروتوكول قبل التريتمنت بتاعي او الابوينتمنت بتاعتي. طيب اثناء التريتمنت بتاعي اول حاجه لازم اهتم بيها هو الفريكوينت فيربال ري اشورنس او الاشورنس، يعني ان انا اهدي المريض والديستراكشن بروتوكول، يعني ان انا اهدي المريض بالالفاظ وبالمشتتات، هديه بالالفاظ، يعني مش لازم اقول له تعالى عشان ناخد الابره او لازم اطلع الاداه كلها بتاعتي قدام عينيه، مش لازم ان انا اعبي كربولة البنج قدامه، ولا اقول للتمريض بتاعي او المساعد بتاعي يلا ركبها لي او حتى اوريها له قدام عينيه كده واخلي سن الابره يلمع قدامه كده في الضوء وضوء النهار، ولا اقول له ايه ده انت حالتك صعبه جدا، ده احنا ما اعرفش ايه، ده احنا هنعاني، طب كذا، لا هعمل له بحر طحينه، ولا اقول له الدنيا تمام وسليمه وبسيطه ومش هنعمل حاجه، لا انا هحطه في الصوره بس من غير ذعر من غير خوف، بالعكس اهديه واطمنه، الموضوع بسيط بنعمله دايما، ناس كتير كده مش انت لوحدك، ناس كتير، انا لسه عامل عمليات زيها او لازم لسه عامل اجراء الطبي ده من كام يوم لاكتر من حد، موضوع متكرر ما تخافش خالص، موضوع بسيط ولكن هو محتاج مننا معامله مختلفه شويه نظرا لطبيعه الموقف اللي بيكون مختلف شويه عن الحاجات البسيطه اللي احنا بنعملها، هو يعني يحتاج مننا ادوات مختلفه، يحتاج مننا اهتمام شويه بحيث ان احنا عشان كده فضلنا له الوقت وهكذا. فانت حضرتك هتكون معايا وانا هكون معاك وان شاء الله الامور هتمشي على خير ما يرام، كلام بسيط وكلام كويس. والديستراكشن بروتوكول يعني من خلال الحاجات بقى نسمعه ميوزك، اشوف هو حابب ايه، عايز يسمع حاجه، عايز يتفرج على حاجه، حتى في انواع العيادات يركبوا شاشه كده فوق اليونت بحيث ان المريض نفسه هو قاعد في وضع السوباين بوزيشن ممكن يتلاها فيها، او يجيبوا له النظارات اللي هي الفي ار دي اللي هي الفيرتشوال رياليتي يبدا يتفرج فيها وهكذا. المهم ان انا الهي بقى لدرجه، تخيل ان انت مثلا ما بتكون ماسك التليفون ولاهي جدا في الحديث او الفرجه على حاجه، ممكن حد يجي يقرصك ويمشي وانت مش واخد بالك، او يقلبك ويمشي وانت مش واخد بالك، عادي جدا. فده ديستراكشن بروتوكول معتمد مش كلام بسيط. كمان الحديث دايما يكون مع المريض
يعني بثقة مطلقة، يعني انت بتتكلم بثقة بدون زعزعة، عينك في عينه، مش خايف، مش قلقان. بره مصر بيستخدموا السايكو سيديشن اللي هو النيتروس اوكسايد سيديشن، ده بره مصر مش موجود عندنا في مصر نوعا ما، مش موجود برضو في بعض، مش عارف الدول العربية متاح ولا لا، بس هو جهاز بين التخدير وبين الإفاقة، يعني هو بيقنع اكسجين كده، هو مش اكسجين، زي اقناع الاكسجين بيتم فيه اخراج الغاز اللي هو يعني تقدر حاجة زي غاز الضحك كده، غاز نيتروس اوكسايد، يعني هو مش غاز ضحك ولا حاجة، بس هو يعني حاجة كده ايه، عايز هتخلي المريض بينوق، اللي هو كأنه لسه صاحي من النوم بيفوق كده، او عايز ينام دايخ مدروخ، هو مش هيبقى، مش هيغمى عليه ولا يدخل في انستيزيا جنرال انستيزيا ولا حاجة، بين ده وده، بين هذا وذاك، بنسميه الكونشس سيديشن. كونشس سيديشن يعني اللي هو السيديشن يعني التخميل او الخمول، كونشس يعني بوعي، وهكذا. كمان ريلاكسنج باك جراوند ميوزك على حسب هو بيحب ايه. سيرجيكال انسترومنت تكون اواي فروم بيشنت سايت، ما يبقاش شايف بعينيه الحاجه اللي انت شغال فيها. كمان لازم تكون، ده اهم حاجه بقى على الاطلاق، ادكويت بين كنترول ديورينج ثيرابي، دي اهم حاجه ديورينج التريتمنت، اهم حاجه على الاطلاق، لازم ادكويت تتاكد بالكامل ان قبل ما تحط اي حاجه في المريض ان هو تم تخديره كومبليتلي انستسايزد 100% بالكامل، ما يعني بشكل كامل، بما يكفي لمده تسمح بالاجراء الطبي اللي انت عايز تعمله. يعني ما تقوليش انا هعمل اجراء طبي هشيل سيست وهدي انفلتريشن، فاهمين، ولا هدي ربع الكربوله ولا هبقى ازود، لا مش هينفع الكلام ده، يبقى لازم تدي حاجه مناسبه بشكل طبيعي جدا. وطبعا في بعض المفاهيم المغلوطه ايضا في موضوع البنج ده، يعني اللي انا بدات لكم بيها الحديث في اول المحاضره، لما قلت لكم ان اي مريض بتخاف منه اديله بنج احمر وخلاص، وطبعا ده ما فيش البنج الاحمر بالمناسبه، ما فيش فيه فازو كونستريكتور، فبالتالي مش هيديني ادكويت بنج كنترول، يعني بنج الاحمر ده اخر اعمل بيه كلاس 5 او اعمل بيه حاجه كده، مش هتاخد ربع ساعه تلت ساعه بالكتير قوي، ما فيش فيه فازو كونستريكتور، فهو الشورت ديوريشن. فما ينفعش ان انا رايح اعمل لمريض مثلا اكستراكشن سيرجيكال اكستراكشن وهياخد مني ساعه واديله بنج احمر واقول عشان ما فيش فيه فازو كونستريكتور اصل هو ميديكالي كومبرومايز، لا ما فيش الكلام ده، لازم توازن بقى كده. انت كده ما اخترتش الخيار الانسب، انت كده اخترت الخيار الاصعب على الاطلاق، لان لما المريض الميديكالي كومبرومايز ده يحس بالم، رد فعله تجاه هذا الالم هيبقى أسوأ بكتير من رد فعل الشخص السليم، ده يتفاقم الامر معاه بشده، ممكن يدخل في ازمه، ممكن يدخل في اتاك وهو قاعد، يجيله اكيوت ازماتك اتاك وهو قاعد قدامك لمجرد انه بدا يدخل في الالم. فاذا انت قلت دعواك انك بتمنع عنه الفازوكونستريكتور عشان خايف عليه، وانت كده دعواك ظالمه وخاطئه بالكامل، لانك منعك عنه الفازوكونستريكتور عشان خايف عليه خلى ان البنج ده ما يكونش ادكويت بين كنترول، فهو خاف اكتر واتالم اكتر، فدخل في اتاك بشكل مبالغ فيه. يمكن لو انت كنت اديته البنج الوزوازو كونستريكتور ما كانش دخل في هذه الاتاك، فانت اخطأت حيث اردت ان تصيب، انت اخطأت واخطأت خطأ شنيع ولا يعذرك فيه الجهل، لان الازمه هتبقى كبيره جدا جدا جدا. ولذلك لازم نتعلم بصوره صحيحه ازاي نعمل ادكويت بين كنترول ديورنج الثيرابي من غير افراط ولا تفريط، كمان تحاول ان اللينس بتاع الدنتال ابوينتمنت يكون as short as possible، وان المينيمايز الويتنج تايم as short as possible، يعني تقلل الوقت اللي هو هيدخل فيه وتقلل الوقت اللي هيقعد فيه جوه. يقول لك وقوع البلاء ولا انتظاره، الناس يوم القيامه لما يقفوا الحساب، يعني ويتقسم لكل واحد مكان، يقول لك يتمنى اهل النار ان هم يدخلوا النار، دخلنا النار بس مشينا دلوقتي من هول الموقف، يعني انا ماشي موتني دخلنا النار بس مشينا، مش عشان النار هينه، لان هو ده اللي هو فيه هو صعب عليه، الوقت اللي هو واقف وقعده بينتظره خياله. عمر حد فيكم قاعد جرب كده يقعد مع المرضى بره يسمع بيقولوا ايه، بيتكلموا عليك بايه وهم قاعدين في الاستراحه، سمعت ان وصفهم للاجراء الطبي ليك او وصفهم ليك انت نفسك، وصفهم للادوات اللي انت بتشتغل بيها، وصفهم للوقت اللي انت بتاخده، وصفهم لانتظارهم، سمعت، جرب تسمعهم، جرب تقولهم، يعني مش عشان مش هتتجسس عليهم، مش اقصد، لا انت فكر اللحظه الانسان
يعني الإنسان خلق ليتدبر ويتفكر، وبالتدبر والتفكر ده يصل لله عز وجل ويصل للمطلوب منه بصورة صحيحة ويؤديه. لو كل واحد فينا عايش الحياة لمجرد انه ياكل ويشرب ويمارس الحاجات اللي المفروض بيمارسها بصورة مكررة وخلاص، فهو ما يعني ايه يعني انت لديك القلب ولديك العقل، ولكن ايه لا ما بتستخدموش، انت لا تتفكر، فانت كده ما بتستخدموش. القرآن الكريم ايه؟ والله عز وجل يقول: ولقد زرعنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. مش معنى كأنه أعمى أو أبطل، لا هو عنده بس هو لا يستخدمها، ما يستخدمهاش، هو عطلها. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الخاسرون، هو عطلها. فأنت حضرتك لما تتاح لك فرصة التفكر تفكر وتدبر بشدة. يعني أما تروح دكتور أسنان دكتور بطنة، أنت حط نفسك مكان المريض اللي هو بيقعد مكان، ما تقعد يتعمل لك إجراء طبي وتقعد تاخد حقنة البنج، ما تفكرش أن أنت يلا خلص عشان أقوم أشتغل أنا عشان ما أعرفش. فكر لوهلة المريض اللي بيبقى تحت إيديك بيحس بإيه وبيسمع إيه وبيشوف إيه، عينيه بتدرك إيه، أنفه بتشم إيه. أنت حط نفسك مكانه وتفكر اللحظة جدا، بس لحظة، انت تتمنى يحصل معاك كده ولا لا؟ بس اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ايضا افتر تريتمنت ستريس ريدكشن بروتوكول بيقول لي ان بعد التريتمنت، بعد التريتمنت بتاعي ما يخلص، المفروض يعني المفروض ان انا ابدا اعمل بوست اوبرتيف كير وبوست اوبرتيف انستراكشن بوست اوبرتيف ميديكيشن. يعني هعمل ثلاث حاجات: بوست اوبرتيف كير، يعني هبدا اهتم لو انا عامل خلع ابدا ابص على الخلع اللي انا عامله، وابدا ابص على السوكت، اعمل له اكزامينشن، اعمل له بالبيشن زي ما احنا اتفقنا في محاضرات السيرجيكال اكستراكشن. اللهم صل على محمد. ابدا اديله انستراكشن المفروض تعمل كذا وكذا وكذا، المفروض الحاجات دي ممنوعه، الحاجات دي مطلوبه، هكذا. بوست اوبرتيف ميديكيشن ان انا ابدا اكتب له ادويه واوصف له هيمشي على الدواء ده لمده قد ايه وايه طبيعه الدواء والمده بتاعته هكذا والجرعه ياخده كم مره وهكذا. واخيرا الكتاب بيقول لك، والناس يعني في اوروبا والدول المتقدمه بيقولوا لحضرتك ان احنا الافضل ان احنا نتصل تليفونيا بالمريض، نتصل تليفونيا بالمريض عشان نطمن عليه في الايام التي تتلو الاجراء الطبي. بس طبعا عندنا في مصر ايه، احنا طبعا السيستم هو اللي يفرض نفسه، يعني طريقه الكلام هي اللي تفرض نفسها. يعني لما اعرفه قبل ما يمشي يقول له احنا هنتصل بحضرتك ان شاء الله، احنا السيستم بتاعنا بيفرض ده ان احنا اي مريض مش عارف، انت لو معانا انت عارف السيستم، لو مش معانا فاحنا السيستم عندنا احنا بنبدا نتايم، انت حضرتك هتجيلي بعد اسبوع عشان نعمل فولو اب، مش عشان خايفين من حاجه ولا اي حاجه، لكن عشان نبص على الموضوع ونشوف لو في غرز نفكها ولا حاجه ونتاكد على سلامه حضرتك بشكل كامل، ويعني نتابع مع بعض بشكل مهتم. وان شاء الله البنات عندنا هيتصلوا بيك يفكروك بالدواء، احنا بنعمل كده مع الناس كلها من باب الاهتمام بيكم وتقديم خدمة طبية كويسة، ولو عندك اي برضو ملاحظات ممكن تبلغنا. ده حاجة. وان انك بعد يومين هو تألم، حصل موقف وتألم وتعب فروح، فانت قلبك وجعك زي ما بيحصل في السكاشن، انا خايف وطرى كويس ولا مش كويس، فهو متصل علي انت كويس، اسأله انت كويس، السؤال الاولاني انت كويس بس كده، يبقى هو كده هو عمل مصيبه وعايز ايه يكتشف هذه المصيبه ايه ظهرت ولا ما ظهرتش، ويبدا يتصل ببنته: يا عفاف تعالي يا بنت شوفي، ويفتح لها بق وبص كده وعمل ابن بص كده، ويقوم وانت كنت عامل له، ويقعد يلعب هو في الجرح وبدل ما انت ليه. يبقى اذا يا جماعه ان انا اتصل بالمريض دي حاجه لطيفه، بس اعملها صح عشان ممكن تنقلب عليا بالضد، خصوصا ان احنا نعيش الان في زمن سوء النية وافتراض سوء النية بشكل مطلق. الجميع الان يفترض سوء النية الى ان يثبت العكس. لا نعذر احد ولا مش هنطلب من حد انه يغير شأنه، بس هنطلب مننا ان احنا نتكيف مع هذا الامر بحيث ان انا ما اكونش ما ضعش نفسي في موضع شبهة او موضع اتهام. المريض لو حس انك عملت له حاجة غلط مش هيرحمك، ويقعد يتهمك اتهامات صعبة جدا، ولو يعني هيبدأ يفكر ان لو حصل له بعد 3 سنين يعني واحدة انت عملت بعد 3 سنين حصل له اجهاد، يقول لا من بينج دكتور السنان البينج بتاعه هو والدكتور النساء مش هيقول لا ده دكتور زميلي ومحترم والكلام اللي انا بقوله ده مش علمي ومفروض ارجع له وهو مرجع برضه ونسأل بعض، ولا هيعمل اي كده ولا يعمل اي كده. اذا كنا احنا مع بعض، شوف احنا مع بعض بنعمل ايه، احنا بنقطع في جلد بعض وبنتهم بعض وبنغلط في بعض وبنشهد زور على بعض وبنسرق من بعض. مش شرط ان اسرق منك فلوس، لكن بس اسرق الخير، اسرق المريض، اسرق السمعة طيبة عن طريق ان انا ازم فيك او ازم في شغلك، هيروح لدكتور تاني، والدكتور التاني الا من رحم الله يقول له انا كنت عند فلان وعمل لي كذا، اسكت
ده بقى بهدلك الدنيا خالص، ده الدنيا مش كويسه خالص. وهو بقى انت هو عنده شك وراح يسال عشان عنده شك، فاكد فالتاني هياكد له شكه ويتهمك عشان يبقى يضمن ان ده يكون ضم مريضه، يقول له لا ده احنا محتاجين نعمل كذا كذا كذا. بص الجرح شكله ملتهب جدا والعلاج بتاعه لازم، ده احنا هنعجه على ثلاث جلسات، كل جلسه هتاخد ربع ساعه والعلاج هيكون بالليزر. انت هتجيلي وايه وبس لازم تيجي في مواعيد ثابته، كل بين كل جلسه وجلسه 5 ايام، لو عدى اليوم السادس الجلسه كده تبوظ ونعيد من الاول. ويقوم جايبهم قعده ويقوم فاتح اللايت كيور ويقوم مشغله له تك تك تك، يلا ربع ساعه احنا كده خدنا ايه جلسه الليزر، ويقوم مدفعه 500 جنيه. اه في ناس بتعمل كده، في ناس بتستحل المال، في ناس بتستحل الحرام، في ناس بتعمل كده. مش شرط انك تكون منهم ومش شرط انك تعمل كده، بس انت ممكن تعمل حاجات ضد العقل وضد المنطق وضد العرف الانساني لمجرد انك خايف او مخايف على رزقك، خايف على فلوسك، او عندك جشع او عندك طمع. فما تعتقدش ان حد هينصرك او حد واقف جنبك الا من رحم الله. فانت ما تحطش نفسك في موضع اتهام اطلاقا، خد الريكورد بتاعتك مطلقه بالكامل، خد حقك قبل ما تشتغل وحقك خد حقك بعد ما اشتغلت، سجل الريكوردز بتاعتك بصوره صحيحه انت عملت ايه بصوره مطلقه، بحيث ان لو تعرضت لاي مساءله في اي يوم انا جاهز، انا قبل الشغل كنت كذا وبعد الشغل كنت كذا وده اللي انا عملته، واللي يقدر يغلطني يغلطني. بس هو بقى راح لحد تاني وزم فيك، دع الملك للمالك، الله عز وجل سوف يتكفل بذلك، هيجيب لك حقك لحد عندك. ويعني احنا قلنا ايه طول يعني النصاب مسيره الطماع، وفي الاخر بيعرفوا بعض وبيتكشف الحقائق وبترجع لك. تستطيع ان تخدع بعض الناس بعض الوقت، لكن لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. يعني اتمنى ان احنا نكون فدناكم بحاجه. المحاضرات كلام فيها كتير قوي انا عارف، ولسه الكلام هيكون اكتر. يعني ما اعرفش ده حلو بالنسبه لكم ولا وحش، وما اعرفش انتم حابين كده ولا لا، بس الكلام يعني اي نعم هو مش كلينيكال من الكتاب، يعني مش بشرح لك سطور، لكن انا بشرح لك مواقف، مش بشرح لك التفسيرات علمية، لكن بشرح لك تفسيرات عملية، وبقول لك ايه اللي المفروض نعمله عشان لما تتحط في الموقف تتصرف صح بناء على علم. برضو احنا اللي بيطوق احنا السلايد اللي قدامكم دي ما هي الا علم، انا شرحتها بس اطلت فيها الشرح بس في ضوء يعني مواقف انا تعرضت ليها وانتوا هتتعرضوا ليها في المستقبل، وده يفرق معاك على مدى حياتك كلها ان شاء الله تعالى. المحاضرة الجاية ان شاء الله هنتكلم فيها عن الكاردياك ديزيزز، مجموعة امراض القلب، وهي هتكون اول باب لنا في ابواب الميديكال كومبرمايز بيشنت ان شاء الله تعالى. شوفوا دايما على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، في رعاية الامن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.